يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير ومساء المحبة ومساء العافية عليكم، يا رب يكون يومكم ونهاركم مليء بالسعادة والطاقة الإيجابية. أهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة من على شاشة قناة سمراء الفضائية. سأكون معكم على مدار الساعة من الوقت على الهواء مباشرة، أكيد مثل ما عودناكم مع أجمل الفقرات وأيضا ضيفة جدا مميزة اليوم معنا في الظهيرة. خلينا نبلش بمحور نقاش الظهيرة، وأكيد اليوم محور نقاشنا هو حول الكلمة الحرة بين آفاق الصحافة والإعلام. اليوم نعرف أنه الإعلام مجال جدا واسع والصحافة أيضا مجال جدا واسع. اليوم مو من السهل أنه اليوم أي صحفي أو أي إعلامي يسمى بكلمة إعلامي أو صحفي. نشوف أنه كثير من الإعلاميين ظلوا يدرسون سنوات جدا طويلة وأيضا أخذوا الاختصاص واشتغلوا بعدة محطات، وأيضا اليوم نشوف لازم يكون الإعلامي هو متكامل من جميع النواحي من جميع اختصاصات الإعلام. وأيضا اليوم نشوف كثير من الإعلاميين والصحفيين أيضا المبدعين اللي هم خارج العراق، لكن دائما نشوف أنه الحنين للعراق دائما يرجعهم، لأنه بالتالي يعرفون أنه هذا البلد هو بلدهم الأم، وأيضا بحاجة إلى مبدعين وأيضا إلى كتابنا. واليوم نشوف انه الاعلام بحاجه الى نهضه. اليوم اني بصراحه انه اني مع التخصص ومع الموهبه، لكن للاسف انه اليوم نشوف اعلامنا لمن هب ودب قام يدخل في مجال الاعلام، وايضا انه اليوم نشوف انه بعض الامور قامت تتاثر على الاعلام. اليوم نشوف انه اي اعلاميه ممكن تسمى اعلاميه، لكن هي بالحقيقه هذه الكلمه جدا بعيده عليها. اليوم الاعلاميه لازم تكون متكامله، صاحبه شهاده، صاحبه موهبه، لكن مو فقط نعتمد فقط على المظهر الخارجي وعلى الستايل الخارجي. وايضا اليوم نشوف اليوم دخول البلوجرز وايضا الاستعراضيات على مجال الاعلام، بصراحه هذا شيء جدا مؤسف. نتمنى انه اليوم اكو توضع لجان يعني يتوقف انه هذه الحاله، لانه اليوم عندنا كثير من الخريجات وايضا كثير من الخريجين ما يشوفون فرصه، لانه بسبب انه اليوم نشوف البلوجر وايضا الفاشينيستا دخلت في مجال الاعلام. مشاهدينا الكرام اكيد راح نتحدث في هذا الموضوع اكثر، لكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، اكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل الغنائي الجميل، ووصلنا وياكم الى فقره اكيد ضيف الظهيره وخطارنا وضيفتنا اليوم في الاستوديو. اكيد نقول الحمد لله على السلامه، لان هي جايه من مكان بعيد من بعد غياب دام ل 25 سنة. نورتني اليوم بالاستوديو الصحفيه البريطانيه، لكن هي من اصول عراقيه، سبانا البدري. نورتيني ست سبانا ومساء الخير والعافيه. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الاستضافه شاهد. شكرا جزيلا لانك ست سبانا نورتينا اليوم. نريد نتحدث فيها من بعد هذا الغياب الطويل، شلون شفتي العراق؟ متغير للأحسن. متغير كثير عن ما تركته قبل 25 سنة، بجانب فرح اللهفة انه رجعت بعد هالغياب الطويل، بغصة حزن في مطارح ثانية، كثير اشياء تغيرت، بشيء حلو انه نشوف الاعمار بدا يرجع للبلد، الشباب الحلوة ما شاء الله من المطار، يعني شيء يثلج القلب. يعني هل اسمع الناس اللي تسافر العراق وتقول ما شاء الله انتم النخوة العراقية، يعني ما لها مثيل، والكرم فلمستها اني ايضا، يعني الكل يحب يساعدك. فالحمد لله في نهضة بدأت عمرانية جديدة بالبلد بعد هالأزمة اللي مر بها، لكن أكيد يحتاج بعد أكثر أكيد وأكثر. طبعا احنا اليوم في بداية التطور والاعمار. استاذ زبانه اليوم مثل ما شفتي انه في بدايه الحديث في بدايه الحلقه كان يعني محورنا عن الصحافه والاعلام وايضا الكلمه الحره. اليوم انت كانت بدايتك بالصحافه، من شو وقت بديتي؟ الصحافه بصراحه اني البدايات كانت ترجع لقبل من الطفوله، فتره المراهقه. يعني البدايات كانت من البيت، انه جيت من عائله الحمد لله والشكر، والدي محامي استاذ لغه، كان دائما يحفزنا ويشجعنا على القراءه. يعني عنده اهتمام بهذا المجال كثير، فكانت يعني الحمد لله موضوع المطالعه والمجلات خصوصا المهمه، مثلا اتذكر مجلة طبيبك، مجلة العربي، كنا دائما ننتظر شو وقت انه يجيبها، اعتقد كانت اسبوعية او شهرية. فكان عندنا العائلة كلها اهتمامات بالقصة القصيرة، بالشعر، في مكتبة عامرة كانت موجودة نقدر دائما نقرا من عندها. ف يعني حسيت انه عندي هالقابلية باللغة وبالاسترسال بالحوار.
ست سمانة، يعني انت يعني جايه من عائله تحب الصحافه والاعلام وعندكم هوايه بهذا الموضوع، يعني انت ما جايه عن تخصص. لا لا، انا مدرسه الاعلام. ليش هاي الموهبه عن الفطره عن الاهل؟ اي يعني اهتمام، عندي اهتمام بالمطالعه بالقراءه. نعم. دائما احب يعني اتقصى عن الخبر، اريد اعرف هذه المعلومه. يهمني مثلا اعرف اصول الشيء، مرجعه، كلمه تصادفني احب اقرا عنها اعرفها. يعني بدءا من الشريط الليفلت اللي تجي ويا الدواء امسكها واقراها، يعني عندي هالاهتمام. ذؤوب بهذا الموضوع. اي يعجبني يعني، ودائما حسيت بشخصيتي انه دائما احب اي شيء اقرا، اي شيء استفيد من عنده، احس انه واجبي انه لازم انشر هذه المعلومه. فحسيت انه يمكن الصحافه هي افضل شيء ممكن تتوج هذا الاهتمام، حتى اقدر انقله بشكل علمي مدروس وتحت مسمى وظيفي اللي هو اعلامي. نعم. ست سفانا، بدايتك الصحفيه كانت من العراق ام من خارج العراق من بعد سفرك؟ بالعراق. انا تمنيت بصراحه بعد ما خلصت اللثه، يعني ما تخرجنا السادس، انه تمنيت انه ادخل مجال الاعلام. كان كلش يعجبني موضوع تتابع البرامج والمذيعات بشغف. نعم. فكنت اتمنى واتذكر امسك فرشه الشعر واقف قدام المرايه وامثل. بس الاهل يعني دائما اهلنا للاسف دائما توجههم نحو التخصص العلمي اكثر مما الادبي. نعم. خصوصا اذا يكون احد بالعائله. انتم ما شاء الله انتم عائلتكم اغلب تخصصاتهم علميه. اي اي فعلا، ومشهوره باطبائها الحمد لله والشكر بكل تواضع، فلذلك ما حبذوا هذه الفكره. درست انا اداره اقتصاد، تخصص مصارف، كان تخصص جديد في خارج العراق ام داخل العراق؟ في داخل العراق. وكملته من سافرت لبريطانيا. سبحان الله، هذا المثل انه كل شيء ياتي بوقته. جتني الفرصه انه اقدر اعمل مشاركات بسيطه كنت اشتغلت مع الشركه السعوديه للابحاث والتسويق، فبديت اعمل من خلال شغلي، كنت انا بالبدايه بي اي لرئيس التحرير، ومن ثم بديت اسوي يعني تدرج ابدي اكتب. يعني كان عندي اهتمام بموضوع الصحه، الرشاقه، التغذيه. فبديت عليك يعني بعد كل هالسنوات، يعني ما شاء الله محافظه على صحتك ورشاقتك. ست زبانة، اليوم المشاكل اللي واجهتيها بالصحافه خارج العراق سواء كانت من منطق او لغه، اليوم نعرف انه الصحافه خارج تختلف عن الصحافه داخل، وانت متاثره بالصحافه كانت داخل العراق، شنو المشاكل والصعوبات اللي واجهتيها بهذا الموضوع؟ من ناحية العمل الصحفي، موضوع اللغة بصراحة كان منه عائق كبير لي، لأنه بحكم تدريسنا بأيام أقدر أسميها أيام الخير، المدارس الابتدائية والثانوية، كانت دراسة صارمة، دراسة يعني، وموضوع اللغة الإنجليزية كان جدا مهم، فكنت يعني الحمد لله يعني كنت متفوقة به، فموضوع اللغة ما كان عائق، رغم أنه أجين يكون ممكن يكون عائق لأنه أنت ما تعرفين كل المصطلحات. فالقاموس الذكر الكبير اللي كنت أحمله وياي للدوام رايح جاي، او بعدين طلع الالكتروني، ذكر اختي الله يذكرها بالخير اللي ارسلت لي حتى يساعدني. فاللغه بصراحه يعني هو ما كانت عائق، لكنه دائما العمل الصحفي هو كل شيء يبدي من صفر ومن تحت الصفر، وانا بالنسبه لي بديتها يعني من تحت الصفر. يعني اهم شيء لازم يكون عندك طموح، لازم يكون عندك شغف، لازم يكون عندك حب للشيء اللي تعمليه حتى تقدرين تبدعين به. يعني من تكونين مجبره عليه بالتاكيد ما توصلين للنتيجه. خصوصا عملنا العمل الاعلامي والصحفي دائما اذا مو بحب وبشغف ما تحصلين على النتيجه اللي لانه انت المعلومه ما راح تحصليها بالساهل نهائيا. على ايامي ما كان موضوع الانترنت، يعني احنا كان الانترنت على البي سي كبير. نعم. وما كانت الموبايلات متوفر عليها، يعني انه نقدر ندخل على انستغرام وفيسبوك وغيرها، ما كان موجود هذا كله. نعم. وحتى المعلومات كانت بعدها، يعني دا احكي فتره الالفينات، يعني جدا ما كانت ذاك اللي حاليا الجيل الجديد موجود عندهم. يعني انا حاليا في اكتب المقال وانا ودا امشي وانا ودا اخذ القهوه، فبس يبقى موضوع انه لازم يكون عندك حب، لازم يكون عندك دافع، لازم انه المعلومه يعني حتضطرين تتقصين عنها، توصلين للضيف. نعم. تكتبيها، ممكن الاسلوب والصياغه ما بتعجب رئيس التحرير، ما بتناسب سياسه المجله، ما بيعجب القارئ. فاتذكر يعني ياما وياما احنا بوقتنا كنا اول ما بدينا نكتب ومن ثم نطبع، يعني فاتذكر المقال انعاد مرتين وثلاثه واربعه،
لكن ما مليت يعني. يكون عندك الديترمينيشن اللي هي الإرادة. في منافسة، في منافسة صحفية اللي أنا أسميها يعني الغيرة الصحية، تطلعين على زملائك من نفس الوسط، من خارجة، تشوفين شو اللي ممكن هم يقدموه، تتعلمين منهم، مو عيب نهائيا يعني أنه تأخذين من عندهم وتستوحين. كل واحد يكتب يستوحي من خلال، إحنا كلنا نرجع إلى مصدر واحد بالضبط، إحنا الجوجل واحد يعني. فإحنا كلنا نروح عليه وكلنا نعمل نفس السيرش، ممكن ندخل على نفس الصفحة، لكن انه انت تاخذين المعلومه وتصيغيها بطريقتك، من انطباعك انت شلون انت فهمتيها، حتى يكون لك يعني بصمه مميزه بالمجال اللي تكتبين. سيلفانا، الغربه، انت اوريدي صار لك فتره جدا طويله خارج العراق، اثرت على كتاباتك بشكل سلبي او ايجابي؟ لا، ما في اقول انه اثرت بشكل سلبي نهائيا، بالعكس الغربه كان لها دور انه فتحت افاق، فتحت ابواب، طرق جديده. دائما يعني لما ارجع اقول، لما انت عندك شغف وحب للمهنه راح تستوحي من كل شيء. يعني الفتره، الفقره انه انت ممكن من تمشي بالشارع يعني تنظر للمباني، تزور متاحف، تستوحي من عندها. فرصه الاختلاط، فرصه زياره الايفنتات، المعارض، يعني لازم تكون انت أوسع ومفتوحة. والنظام هناك يختلف يعني، ممكن أنت وتمشين بالشارع تشوفين معرض موجود ومسموح لك الدخول يعني بدون دعوة، بدون أي شيء. فمن واجهات المحلات، من واجهات المعارض، من واجهات الأرت شوبس، تقدرين تستوحين يعني. هذه كلها تغذي عقلك. أنا دائما أقول أن الصحفي دائما لازم educate his eyes، يعني يثقف عينه من خلال الرؤية، لأنه ودائما كانوا ينصحون أنه اطلعوا باللانش بريك، يعني ما تقعدون بالأوفيس. وفعلا من تطلعين يصير عندك افكار، تاخذين شويه جرعه اكسجين، ترجعين تسوين ابديت، بالضبط بالضبط، تسوين ريتشارج للباتري وترجعين تكتبين بطريقه يعني اجمل واوسع، وحتى لو كنتي تعبانه يعني. نعم. ست سافانا، بما انه انت صحفيه خارج العراق اليوم، شو شفتي الاعلام خارج القطر وداخل القطر؟ انت اذا اكيد عندك يعني استطلاع على الاعلام داخل العراق، شو شفتي الفرق بيناتهم؟ مثلا يعني بالتاكيد الاعلام الغربي اعلام غربي، واعلام العربي اعلام عربي، يعني كل واحد له الكاتيجوري تبعه والمسمى تبعه. نعم. الاعلام الغربي دائما ما في انفتاح وما في يعني حد للحريات. نعم. في اي واحد ممكن يعني يتكلم بشكل سلبي او حتى ايجابي، لكن باسلوب يعني محترم حضاري. ممكن حتى الملك، مثلا الملك تشارلز، شفنا انواع واشكال الناس اللي انتقدت، اللي في مثلا ضد النظام الملكي، طلعت وهتفت وكتبت، وفي كثير اللي معارضين. في انفتاح من هذه الناحية، وما في حد للحريات، وفي بعضهم يمتاز بالحيادية مثل مؤسسة البي بي سي المعروفة. في حين الإعلام العربي دائما أحس أنه دائما يعني سقف الحريات محدود تحت سقوف جدا ضيق، تحت حدود وخطوط حمراء كثير بالإعلام العراقي، وخصوصا العراقي بعيدا عن العربي. هذا تشوفيه الفرق يأثر على الإعلام العراقي؟ طبعا الإعلامي يعني لازم يكون عنده مساحة، يعني هي الإعلام منبر حر للتعبير عن الرأي. بالتأكيد احنا لازم نلتزم بضوابط تبع المؤسسات، نلتزم بضوابط الدولة، لكن ما في مانع من انه واحد يذكر رأيه، لكن من خلال حوار متمدن. واحنا هذا اللي انا اللي حاليا اشوفه، انه الاعلامي يفتقر للغة الحوار المتمدن، للثقافة، انه يشتغل على حاله، انه يكون مطلع على اللي بيجري بالعالم، لانه هذه بطريقة غير مباشرة حتنمي ذوقه وتنمي وتوسع مداركه، بحيث ممكن من يطرح الفكرة، وممكن من يعني المعارضة راح يطرحها أيضا بطريقة مقبولة. فإحنا ما عندنا هذا للأسف الشديد، يعني نفتقر للمؤسسات التدريبية اللي توفر الكورسات، تدرب ما شاء الله يعني الساحة حافلة بالإعلاميين. إحنا هنا بالعراق سمعت إنه عندنا 65 قناة، صحيحي لي إذا أنا غلطانة. أعتقد هي قابلة للزيادة. قابلة للزيادة، يعني ما في داعي لهال، إحنا مع الكمية وليست مع النوعية وليست الكمية. فعلا. فيا ريت نحددها، بس يكون أكو كورسات مكثفة بحيث تشتغل على الإعلام
المحاميين، لانه كثير اكو كوادر يعني عندهم ما شاء الله يعني قابليه للكتابه وللتقصي وللبحث. يعني انا اشوف الكوادر اللي تطلع بالمحافظات بعز الحر الموجود، لكن عندهم حب للمهنه يريدون يوصلون، يعني هو ما مجبر يمكن يلاقي مصدر رزق اخر لكنه يحب هذه المهنه. ست فانا على مود اغادر هذا الموضوع، اريد كلمه منك واحده. الاعلام العراقي يفتقر ويحتاج الى ماذا؟ يتعب على حاله شويه اكثر. ارجع واقول انه الاعلام المفروض انه يكون حتى ينقل رايه لازم المفروض يشتغل على حاله ويثقف نفسه ودائما يوسع مداركه ودائما يتابع الاخبار اول باول. يعني احنا في مجالنا ما في حد او سقف زمني للتعلم نهائيا، احنا يوميا نتعلم يوميا نتعلم. اكبر الادباء والشعراء والكتاب وصلوا لمراحل متقدمه وما زالوا. ليش متابعه للاعلاميين العراقيين اليوم؟ اتابع ميس عنبر من اللي هي اعلامية عراقية بيس في دبي، اتابع على يعني بعض ميس في ثانية ميس محمد ازويل موجودة ايضا في دبي. دبي كانت مساحة جدا كبيرة اعطت مجال للاعلاميين العراقيين الموجودين في دبي للتطور وظهروا يعني على الساحه، واحنا سعيدين وفخورين بهم اكيد. يعني يضيفون بصمه جميله الى الاعلام. ساره صراف ازويل اللي كانت مقدمه على قناه العراقيه الان هي كتبت كتاب نسيت شو اسمه، كانت ضيفتي الاسبوع قبل اسبوعين واطلقت حفل الكتاب هنا في بغداد. فايضا يعني اعلاميه متميزه. تحيه طيبه لكل الاسماء وايضا الاعلاميات اللي ذكرناهم اليوم. ست سافان اليوم كان لك فرصه للعمل بكثير من المجلات السعوديه والخليجيه، مجله هي ومجله اهلا وايضا مجله زهره الخليج. بهذه المجلات وبهذا العالم الاعلام الخليجي قدرتي تركين بصمتك الخاصة؟ الحمد لله والشكر انه انا بديت، كنت محظوظه بديت مع الشركه السعوديه لابحاث التسويق وما زلت معهم من خلال مجله هي اللي المجله مرموقه ومتميزه بعالمنا العربي ولها بصمه لانها تدعم المراه دائما وفي كل المجالات. اكيد قدرت يعني، وايضا كان عندي مع زهره الخليج تقريبا 10 سنوات، اهلا لوفيسيال، جميرة بيتش، مجالات كثيرة يعني بصراحة. تعلمت من كل مجلة لأن كل مجلة لها ستايلها الخاص، مجلة تهتم مثلا بالفن، مجلة تهتم بالتغذية والصحة والرشاقة، مجلة هي مثلا اللي حاليا أنا معها وأركز عليها أنه نهتم باللقاءات الحوارية مع المبدعين الموجودين، من طلاب موجودين في بريطانيا، من رياديات، من نساء لهم تركوا بصمة كبيرة، من إعلاميات مثل السيدة باري عالم الدين كان فرصة لقائها شيء رائع. مثلا عندنا الأمير تركي الفيصل في إحدى المعارض اللي افتتحها، إنسان طيب دمة الخلق، يعني مدرسة تتعلمين من عنده. مثلا السير بول سميث مصمم الأزياء البريطاني المخضرم، تزورين الاتيليه تبعه وتشوفين طريقه عمله رغم هو رجل حاليا اي ثينك بال80 يعني. فاكيد كل واحد كل مرحله منهم نمت عندي. مثلا انا احب موضوع التغذيه والصحه، قدرت اكتب بيها بشكل دبس بس علمتني انه لازم اعمل البحث واتاكد من المعلومه من اكثر من موقع، ما يعني خصوصا بالمعلومه الطبيه. ما تستوقفش موقع واحد؟ لازم ترجعين للمصدر الرئيسي، مثلا الطبيب المختص، مثلا كفاح مقبل البروفيسور في جراحة الثدي اللي اكتشف مثلا حاليا اكد على انه ممكن الكشف المبكر من خلال فحص دم. لازم تتاكدين من المعلومة الطبية، ما تعتمدين على موقع واحد لانه حينزل عليها اسمك. بالضبط. ست فانا اليوم انت نقول لك يعني فبصمه في مواقع التواصل الاجتماعي واتخذتيها في انه في سبيل انه انت توصلين الخبر وايضا بعض البرامج اللي تطرحيها على مواقع التواصل الاجتماعي. نظرتك انت لمواقع التواصل في ايصال الخبر
شوفيها نظرة إيجابية أم سلبية بانتشار الخبر؟ المواقع التواصل الاجتماعي أنا دائما أذكر أنه هي سلاح ذو حدين. إذا عرفتي أنه شلون تستخدميها وشوين من وين تاخذين شنو الصفحات اللي أنت تتبعيها، شنو المواقع اللي تتبعيها، إذا عندهم مصداقية ليست بالرقم وليس يعني وليس بعدد المتابعين، لكنه أنت من تسمعين المعلومة ومن تشوفين التفاعل فأكيد أنت تتعلمين من عندها. لكن لو تبعتي للأسف الشديد أنه كثير إنفلونسر وكثير بلوجر وكثير ناس تدعي الطب وتدعي الموضوع التنمية البشرية وتدعي وتدعي، فيعني أكيد هذه تأخذك لمتاهات أخرى، فأنت ما تصدقين كل شيء يقال يعني إلا تتبعين مصادر صحيحة. أنا شفتها مساحة كبيرة واسعة بحيث اللي واحد ممكن أنه يستثمر بيها، لذلك انا اللي شفت استثماراتك ست سافانا. يعني اليوم انت على مواقع التواصل الاجتماعي عندك كثير من البرامج قدمت بها كثير من النصائح في فتره كوفيد وايضا هاي الفتره اللي عصيبه اللي مرت على العالم كله. اليوم شنو قدرتي توصلين للناس من خلال هاي البرامج وشنو هي البرامج شنو كان محتواها؟ انا لانه شفت السوشيال ميديا ريلي مساحه كبيره وانا من الناس اللي استفاديت منها وتابعت كثير من الاطباء من في مجال الطب التجميل التوعيه وغيرها، فشفت مساحه كبيره. كنت بالبدايه انه انا احاول اعمل مثلا لانه احب انقل المعلومه، كنت اعملها بشكل واجتهاد شخصي انه انا اطلع بالشارع اصور ازور متجر مثلا للتغذيه غيرها، لكن بعدين شفت انه كانت البدايه مع مجلة عربيسك عملنا برنامج وشفت لاقى صدى كبير على السوشيال ميديا. فقررت انه انا وزميلي استاذ نبراس حميد اوجه له تحيه عملنا برنامج في عز فتره الكوفيد في بدايه الكوفيد، كان تحدي كبير اسمه عرب سكوير لندن. عملنا من خلاله انه ننقل المعلومه الطبيه الصحيه العلميه في سوق العقار في سوق المال في اي شيء من خلال هذا البرنامج، نستضيف خلال خلينا نقول النخبه الموجودين في هذه المجالات كان يعطونا يعني الاب تو ديت الاخبار اللي اخبار الساعه فيما يخص الكوفيد، التطورات، الحجر اللي صار عندنا خصوصا احنا في يوكي كنا من الناس من الدول اللي جدا الحجر نسبه الاصابات كانت عاليه جدا، الناس كانت عندها الفرصه هي انه تتفرج النتفليكس والافلام، وانا للاسف الشديد النتفليكس ما شفته الا يمكن قبل كم شهر، يعني كنت احسد الناس انه كانت مسترخيه وتستمتع ويقولوا لي انه كنا احنا ننتظر شو وقت يطلع البرنامج وشو اللقاء راح تجيبيه. انا بصراحه يعني استهلكت صحتي وواجهت صعوبات من كنت تصورين وفي فتره حظر وايضا حظر وحتى الضيوف طبعا يعني حتى من توصين الضيوف الحمد لله والشكر لاقى ترحيب كبير. لكن اجين ممكن الضيف يكون ما بنفسيته مزاجه سيء بس الحمد لله والشكر كان عندي يعني ريلي تفاعل كبير، الكل حب يكون موجود والفيدباك اللي اجى عندي انه الكل كان يتابع هذا الشيء لانه منصه صادقه بنقل المعلومه، ما كان يعني هدفنا بالعكس احنا انا وزميلي كنا بس وقتنا وجهدنا وتعبنا ومعلومات كميه السيرش وكميه لازم نكون احنا مسؤولين عنها يعني أكيد. فالحمد لله والشكر يعني لاقى الترحيب وهو من خلاله ازويل نشات منصه اخرى اللي هي سافانا توك شو على الانستغرام اللي كانت يعني منصه الانستغرام تفرق عن الفيسبوك يعني متابعيها مختلفين فكانت شويه لايفلي اكثر يعني انا اعتبرها ماي بيبي للسنه الثالثه على التوالي يعني ايضا الحمد لله والشكر يعني خيره الضيوف عندي مثل استشاري تجميل نادر صعب دكتورة ريم النعيمي كثير من العراقيين الموجودين سارة صلاب كانت الأسبوع الماضي يعني أحاول دائما أنوع بس أنوع بالمجال اللي هو حسيت مجال التجميل والطب يحتاج أخذ صدى أكبر نعم أخذ صدى أكبر مجال التجميل والأزياء موضوع التجميل موضوع الجراحات التجميلية لأنه كثير في لقط عليها كثير بمجال السوشيال ميديا وغيره فاهتميت بهذا الموضوع، موضوع الصحة النفسية والتنمية اللي احنا كلنا جدا ضرورية احنا محتاجين كلنا محتاجين وانا استفاديت شخصيا يعني من عندها والحمد لله يعني ضيوفي ريلي كانوا من خيرة الضيوف يعني انا ممنونة لهم لوجودهم معي يعني ولاقوا متابعة يعني جيدة الحمد لله
ست سفانا، بعد لقاءاتك المتعددة مع خيرة الطاقات المغتربة من العراقيين حتى العرب، منو أو أبرز الطاقات اللي أنت سويتي انترفيو وياها وكانت مؤثرة وحلقاتهم مؤثرة وأيضا شفتي تفاعل الناس أكثر وياهم؟ في مؤخرا كان عندي مساهمه مع قناه اليو تي في، برنامج مسافر خانه من بريطانيا. نعم. ساهمت ببعض الحلقات. كان عندنا الاسبوع الماضي عرض، كان طفل موهوب عراقي عمره 6 سنوات اسمه زين علي سلمان، اللي هو من ولد وهو عنده اهتمام بكره القدم، عمره 6 سنوات ما شاء الله. فكانت حلقه جدا رائعه يعني، وهذا كان هي رساله نوصلها لبلدنا، انه كثير اكيد في طاقات كثيره، احتضان الأطفال والمواهب. في دكتور مهيمن جميل اللي هو كان يخصص الويك اند، العطلة نهاية الأسبوع، حتى يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ويخصص اليوم كامل حتى يعني هو ومع فريقه يدفعون بالضبط حتى يعني يرفهون عنهم. الأستاذ فيصل العيبي التقيت به من قبل سنوات، من كان عندي برنامج مجلة لندن مع قناة الفيحاء، يعني بيكاسو سلفادور العراق، المغتربين أجين كتابنا وأدبائنا، مثلا الأستاذ عواد ناصر، زهير الجزائري. بصراحة يعني الحمد لله والشكر يعني، انه ما اعرف كمية الناس اللي استضافتهم، ويمكن يعني يعذروني مو الكل انه دا اقدر اتذكرهم، بس زاخرة زاخرة بريطانيا بصراحة بالعراقيين. ست زفانا، بعد ما عرفت ان حضرتك انت ناشطة واعلامية وصحفية في المهجر، اليوم فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قدرتي تقدمين محتواك او مثلا اعتمدتي على مصادر موثوقة وعلى غير وسائل؟ يعني انا من خلال شغلي بالصحافه المكتوبه اكيد انا يكون عندي مصادري هي بالبحث والتقصي والعلاقات العامه. نعم. واكيد لازم الصحفي دائما لازم ينشطها بزياره المعارض، زياره يحضر ايفنتات. نعم. حتى يعني اولا يوسع نطاق معارفه، وايضا حتى هو ايضا يتعلم. ممكن يكون منتج جديد، ممكن يكون فكره جديده، يكون اختراع علمي جديد، وهذا ينطيه فرصه انه يقدر من عندها يستوحي ويقترح ضيف يقدر يشتغل عليه او لقاء. ايضا السوشيال ميديا، يعني انا بصراحه انا اعمل ماي اون سيرش، يعني انا احاول اعمل مع نفسي مجهود شخصي 100% يعني، واخصص له وقت بصراحه. يعني الموضوع البحث والتقصي هذا موضوع كبير يحتاج وقت، يعني بالتاكيد السوشيال ميديا تساعد، وموضوع الاختلاط الترشيحات لابد تسالين الضيف اللي تستقبلي، ممكن هو يرشح زملاء من المهنه، لانه اكيد ما عندك يكون الاطلاع اللي يعني تحتاجين تكونين، يعني بالنهايه واحد هم يكون عنده لازم اهتماماته وحياته الخاصه حتى يقدر يوازن بصحته النفسيه، فلازم يكون اكتف يعني دائما يعني انا يعني اسمع تعليقات النشطه دائما، ما بيعرفون هذا النشاط والحيويه هي لها اعباء يعني على حياتي، يعني يمكن تاخذ من وقت نومي من صحتي. احنا اجين بشر يعني عندنا صح يعني المزاج لازم يموت بالضبط. ست سفانا، بعيدا عن الاعلام الصحافه عذرا، وبعد ظهور جيل اعلامي جديد، اليوم تشوفين الاعلاميين القدماء والرواد واجهوا ظلم من قبل المؤسسات الاعلاميه؟ اي بصراحه احس يعني، واحس هذا الشيء ايضا بالمهجر، انه ما صار تسليط ضوء كبير عليهم. يعني ننتهز قناه فضائيه تعمل برنامج حتى ممكن تبحث عنهم، حتى ممكن تضوي تلقي نقطه ضوء على مسيرتهم. يعني للاسف الشديد يعني ما يعني اكو ماخذ عليهم بهذه النقطه، انه ما عاد في تسليط ضوء عليهم مثل ما كان بالسابق، وهذا يعني هذا تاريخنا. كل شاعر وكاتب واديب ورسام ومخترع، الاطباء العراقيين الموجودين في الخارج اللي ما شاء الله خيره المستشفيات هي زاخره بهم، الكثيرين منهم اللي عندهم اختراعات يعني موجودين في اطراف لندن، ليس في فقط لندن. فبصراحه اي في تقصير يعني، لازم ننتظر برنامج معين حتى يفكر انه يستضيفهم. يعني مع العلم المفروض انه دائما
بكل القنوات، يكون فد نوع برنامج انه متابعه وين وصلوا، لان هم ما زالوا يقدمون باعمالهم، لكن احتضنتهم غير بصراحه حتى في بريطانيا، يعني البي بي سي وغيرها وصلت لهم وتضوي عليهم، ففي حين في القنوات التابعه لبلدهم ما يعني وفتهم حقهم اعتقد. سيد سيفانا، سؤال اخير قبل ما اختم وياك، ما مدى تاثير التصنع على الاعلام؟ الإعلام ذكرنا أنه هو منبر حر، والمفروض يلتسم بالتلقائية والشفافية والارتجال عند المواقف الصعبة. يعني الإعلامي من الضروري جدا أن يبتعد عن التصنع، لأنه متى ما تصنع فقدت الكلمة مصداقيتها، لأنه حيكون شيء مبني على التحضير أو الدعم أو التحيز لجهة معينة. هذا ينعكس بكل بأشكال كثيرة، تصنع أيضا موضوع المظهر الخارجي نلاحظ كثير بصراحة، هذا يعني قصدك اليوم اللبس وأيضا المظهر الخارجي كان يعني له تأثير؟ أكيد أكيد، يعني لما تطلع المذيعة أو المقدمة ومتبرجة ولبس، يعني مثلا مذيعة الأخبار يكون لها لبس معين غير عن مذيعة يعني البرنامج استراحة الظهيرة أو الصباحي، وأجين لازم يكون أكو ضوابط، يعني لأنه هذا يعتبر تصنع، والبهرجة الزايدة عن اللزوم راح تلفت نظر المتلقي المشاهد، تلفت نظر لهذا الشيء ويبتعد عن الموضوع. فيعني ما في شفافيه، ما احس اكو شفافيه بالموضوع. ست سيفانا، وصلت ياك الى ختام حديثنا لهذا اليوم، وللاسف داهمنا الوقت بشكل جدا سريع، جدا استمتعت وايضا استفاديت من خبرتك ومن معلوماتك، شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الاستضافه، وشكرا على القاء الضوء على كافه هذه المفاصل الحياه المهمه اللي احنا كلنا بحاجه لنلقي نقطه الضوء عليها. حياك الله ويا هلا بيك. مشاهدينا الكرام، اكيد ما زلنا مستمرين معكم، لكن عندنا انتقال الى فقره اخرى من فقراتنا، وهي فقره طبق اليوم. خلينا اليوم نشوف طريقه عمل سلطه الجرجير، ومن بعدها اكيد راجعين معكم.
تخلي الفطر؟ زين الطبق. هشة رمان. وهيجي يكون طبقنا خلص ان شاء الله. الف صحه وعافيه ويكون نال اعجابكم. هذه عادة وياكم جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للشيف ايمي على الاعداد هذه السلطة. لنا بالتأكيد اليوم نشوف السلطات الحارة والباردة دخلت بشكل جدا واسع على المنيوهات في المطاعم العراقية، لكن تبقى حسب الرغبات. يمكن انه اليوم اكو بعض الناس تحب السلطات الباردة، وايضا بعض الناس تحب السلطات الحارة، لكن بصراحة دائما سلطة الخضروات وهذه السلطات الغنية بالفيتامين وايضا المكسرات تكون وجبة غذائية كاملة. ممكن انه احنا نعتمدها في سبيل انه احنا ما نكون يعني مثل ما يقولوا احنا ندوس بالاكل الدسم وايضا الدهين، في سبيل انه احنا نحافظ على صحتنا وايضا على الدهون في داخل الجسم. ضروري اليوم انه احنا نستخدم السلطات في جميع الوجبات من الريوق الى العشاء، في سبيل انه احنا نكون موازنين بالسعرات الحراريه اللي تدخل للجسم، لانه اليوم نعرف انه الخضار عنصر جدا مهم بصراحه دائما نحتاجه. وايضا هذه كل دائما اغلب الاطباء يقولون كل شيء اخضر هو مهم للدم، وايضا ضروري انه في زياده الدم خصوصا للناس اللي يعانون من فقر الدم بشكل مستمر، ضروري انه يعني يعالجون هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام اكيد وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعه، وشكر خاص لكل كادر عمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد ان شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة. للقاء.